بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. مرحبا بكم أعزائي الكرام في فيديو جديد على قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. إذا دائما في سلسلة فروض المراقبة المستمرة وبالضبط الفرد الثاني ضمن المرحلة الثانية من الدورة الأولى، واليوم غادي ندير معكم لاكتيفيتي جوديكتيك بالنسبة للمستوى السادس ابتدائي. Donc, les questions sont très simples, d'accord? Donc, la première question, c'est relie les antonymes suivants. Donc, l'addad at-tali, d'accord? L'addad at-tali. Andi, andi la ville, près, difficile, possible, la chaleur, entrée. Andi, impossible, la campagne, sortir, le froid, facile, loin. D'accord? Bdob la ville. شنو هو الضد ديال لافيل؟ لافيل هي المدينة، الضد ديالها هو هي القرية، سي لا كومباني، داكوغ لا كومباني. بخي هي قريب، جو سوي بخي دو كيلكان، الضد ديالها جو سوي لوان، دونك لوان، داكوغ. ديفيسيل سي فاسيل، ديفيسيل واحد الفرد ديفيسيل يعني فرد صعيب، الضد ديالو فرد ساهل، دونك فاسيل. بوسيبل شي حاجة بوسيبل يعني شي حاجة ممكنة. شي حاجة غير ممكنة دونك هي امبوسيبل كنزيدو واحد البريفيكس هنايا هو اي ان داكوغ هنايا عندنا لا شالور هي الحرارة ضد ديالها هي لو فخوا داكوغ ضد الحرارة هي البرودة داكوغ اونتخي ضد ديال اونتخي هي سورتيغ داكوغ سورتيغ دونك هادوما هما لي زانتونيم دونك هادوما لي مو هنا لي زانتونيم ديالو دونك لا فيل هي لا كومباني ضد ديالها هو لا كومباني بخي ضد ديالها لوان ديفيسيل ضد سي فاسيل بوسيبل لو كونترير سي امبوسيبل لا شالور لو كونترير سي لو فخوا اي اونتري لو كونترير سي سورتيغ داكوغ نمرو لكاستيون 2 لا كاستيون 2 اي لا سويفونت ريغاردي دونك السؤال جوج هو هذا رونج دون لورد الفابيتيك لي مو سويفون دونك هاد لي مو هادو غادي نرتبهم سولون كوا سولون لوردر الفابيتيك يعني بالترتيب الابجدي بالترتيب الحروف اون فرونسي ا بي سي دي او اف جي اتش اي جي كا ال ام ان او بي كي لون ار اس تي او في دبليو اكس واي زد داكوغ دونك اول حاجه غادي نشوفوا لا بروميير لتر داكوغ في هنايا هنا تي هنا او هنا في هنا اس ار بي بي في سي اس تي ام دونك واش عندنا واحد لو مو كيبدا ب ا ما عندناش غادي نمرو ل ب سي اس ما كاينش ا ب سي سي عندنا كولتور داكا كولتور دونك ما عندناش سي واحد اخر دونك غادي نبدا اول كلمه غادي نكتبها هي كولتور كولتور غادي نضرب عليها هنا صافي دونك ا ب سي دي شوفوا واش شي كلمه عندنا كتبدا بالدي ما عندناش كلمه كتبدا بالدي ا ب سي دي او او عندنا ايكو ما عندناش واحده اخرى ما عندناش واحده اخرى دونك غادي نكتب ايكو ايكو غادي نضرب عليها من ا ب سي دي او اف اف شوفوا واش شي كلمه كتبدا باف ما عندناش ا ب سي دي او اف جي ما عندناش كذلك اش كذلك ما عندناش اي جي كا ال ما كايناش ام ال ام دونك ام كاينه ميوزي دونك ميوزي هاي نضرب عليها ال ام ان 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 ما كايناش N O O كذلك عاوتاني ما كايناش O P P دابا P عندنا باتريمون عندنا بلاصة عاوتاني خصنا نحسمو شكون الأول شكون الثاني دونك هادي باتريمون كتبدا ب P وموراها A هنا عندنا P وموراها L A كتسبق L داكوغ دونك غادي ندير باتريمون باتريمون كوم سا غادي نضرب عليها وموراها غادي ندير ديريكتومون بلاص غادي نضرب عليها تاي داكوغ ا بي سي دي او اف جي اتش اي جي كا ال ام ان او بي بي كولون ار 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 دونك ار عندنا غابة ها هي غابة
RS, عندنا سبور عندنا سوفونير داكوغ RS دونك S عندنا سبور و سوفونير شكون الأولى دونك عندنا S موراها B و هنا عندنا S موراها O A B C D E F G H I J K L M N O دونك سوفونير هي الأولى سوفونير و موراها بالضبط سبور غادي نضرب عليها تاهي R S T عندنا تراديسيون و عندنا توريست داكوغ دونك تراديسيون تي ار هنايا عندنا تي او دونك راه باينه تي او هي الاولى توريست نضرب عليها وموراها ديريكتومون تراديسيون 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 داكوغ شنو بقى لي بقاو لي جوج بقات لي فواياج او فيزيت فواياج او فيزيت بجوج بهم كيبداو ب في هنايا من موراها اي وهنا من موراها A, B, C, D, E, F, G, H, I, I, I. Donc, visite. Pour les morales, c'est voyage. Ou bien, on va dire que les calimètres selon l'ordre alphabétique. D'accord? Selon l'ordre alphabétique. D'accord? D'abord, on va dire la dernière question. Chauffons à la dernière question 3. Entoure les mots de la même famille que jardin. دونك غادي ندور على الكلمات اللي في نفس العائله ديال الجاردن داكوغ العائله ديال الجاردن دونك باش يكون عندنا واحد لو مو دو لا ميم فامي افيك ان اوتر مو خصو يكون عنده لو ميم راديكال ان راديكال داكوغ خصهم يكونوا عندهم نفس الراديكال داكوغ بحالاش بحال مثلا دونتيست او دونتيسيون نعطيكم مثال دونك دونتيست و دونتيسيون هادوما هادشي هذا عندهم بحال بحال حتى هنايا عندهم بحال بحال داكوغ دونك هذا كيتسمى لو راديكال داكوغ دونك باش نقولوا واحد جوج كلمات كينتميو نفس العائله ديال الكلمات خصهم يكون عندهم نفس الراديكال داكوغ دابا حنا خصنا الكلمات اللي كينتميو للعائله ديال جاردن شوفوا هنا واش دوغطواغ نو ما كاينش جاردينيي وي ندور عليها جارديناج اوسي هنايا غومبورسي لا جاردينيير حتى هي بارفونير لا جارديني وي و دوفونير لا دونك لي مو دو لا ميم فامي كو جاردان il y en a jardinier جارديناج جاردينيير و جارديني داكوغ دونك هادو هما الكلمات اللي كينتميو لنفس العائله ديال الكلمات ديال جاردان دونك كنتمنى انكم تكونوا كتستافدوا معايا في قناه تربويات مع الاستاذ محمد البخاري زيدوا دعموا القناه بالاشتراك والضغط على زر الاعجاب وكذلك تفعيل الجرس باش يبقوا يوصلكم جميع الفيديوهات اللي كنقدم كان معكم الاستاذ محمد البخاري والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته